غزاله صافيه رائعه. جو كوره اليوم، جو كوره يا جماعه. لو كنت مكان لاعبين راح اسجل هاتريك في مباراه اليوم. كل شيء جاهز لمتابعه ممتعه. على هذه الأجواء الجميلة، منتظر كرة قدم ممتعة اليوم. ننتظر أن نشاهد عمل رائع من اللاعبين، يكون فيها أهداف، فيها متعة، فيها إثارة، فيها مستوى عالي، فيها كورة رائعة. هذه الأجواء هنا في المدرجات، الجماهير تضيف لمسة رائعة على هذا الملعب. شيء جنوني وغير عادي. ملعوبة بشكل جميل، هيونغ مين سون. تمركز واستلام كرة كان رائع جدا، لكن أين إنهاء الفرصة؟ عليك أن تكون حاسما أمام المرمى. ضاعت فرصة كان يمكن استغلالها. كرة رأسية، محاولة جميلة لكنها لم تكن كافية لتسجيل هدف. أول ركنية اليوم مقابل ولا ركنية في الجهة الأخرى. ضربة رأسية، كرة كانت قريبة جدا على اعتاب المرمى تقريبا، ولكنها في الأخير ضاعت. محاولة جيدة من الفريق، لكن عليهم التركيز على إنهاء الهجمات، استغلال الفرص بشكل أفضل. هالاند، كرة خطيرة نحو الأمام، فكرة ممتازة ولكن تنفيذ لم يكن جيد. يلعب كرة عرضية. والآن تتغير النتيجة لتصبح 1-0. تلعب الكرة إلى الأمام. يواصل تطبيق أفكاره في الضغط العالي على المنافس، يحاول خنقه في الثلث الأمامي من الملعب. طريقة تحتاج إلى مجهود وانضباط، وأيضا تعرض الفريق الخطر في الدفاع، لكنها أيضا تخلي الخصم يرتكب أخطاء كثيرة، خصوصا إذا طبقت الضغط بالشكل المطلوب، أكيد وقتها راح تستفيد من هذه الأخطاء. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا، فرصة خطيرة. هنا كرة نحو الأمام لكنها لا تصل بالشكل المطلوب. دومبيلي، هالاند، أرنولد يلعبها في المساحة بقرعة ممتازة، يقطع الكرة. يلعب الكرة العرضية، كرة رأسية، والهدف يأتي. يعيشون أوقات رائعة الآن، هدفين متتاليين في فترة وجيزة جدا. الأمور تبدو سهلة في الملعب، لكنها تتطلب أيضا مجهود كبير من اللاعبين ولياقة بدنية عالية من أجل تطبيق هذا الفكر واستغلال الأخطاء والهجوم المرتد في تسجيل أهداف. بايرن ميونخ يلعبها ببراعة، تصدي رائع جدا من الحارس، إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. وإبعاد الخطورة. الآن محاولة لرد الخطورة. تحول سريع في الملعب، يبحث عن المهاجم. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. There will be 1 minute added time. بهذه الوضعية الآن انطلاقة صافرة الحكم نهاية الشوط الأول. أداء كبير في شوط المباراة الأول، ضغط كبير، تحجيم لخطورة الخصم أيضا في الملعب. يعرفون الآن كيفية التعامل مع مباراة بشكل ذكي، بشكل رائع، بطريقة ناجحة وفعالة حتى الآن في أول. الله، رائع
رائعة جدا هذا التصدي، كم كانت كرة صعبة وكم كان حارس رائعا. روبرتسون، نيمار. ما زلنا في بداية الشوط الأول، نتيجة كما هي 2-0. لمسة، لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف أضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. محمد صلاح، ليفاندوفسكي. من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. ليفاندوفسكي، يا سلام، أداء كبير جدا في مباراة اليوم، ينجحون في إضافة هدف آخر. خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. النتيجة 3 أهداف نظيفة الآن. ما الذي حدث هنا؟ روبرت ليفاندوفسكي. Substitution in progress. روبرتسون يستعيد الكرة بشكل سريع، يستقبل الكرة في وضعية ممتازة. كان عليه التصرف، أعتقد أنها بالفعل مخالفة. يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرة. نعم، بطاقة صفراء مستحقة. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. ليفاندوفسكي، سهولة في نقل الكرة بين اللاعبين. تدخل قوي ورائع بدون خطأ. بمبدأ الأمان يعود بالكرة. بايرن ميونخ لديه جودة كبيرة في التمرير. محمد صلاح، أوه، تدخل جميل واعتراض أجمل. سيرجيو غوميز، داردر، اعتراض في وقت مثالي. أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. استعادة سريعة للكرة، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. كان لابد من التشتيت. الكرة تصل إليه، يلعب الكرة إلى المنطقة. لم تكن اللمسة الأخيرة ناجحة. فرصة أخيرة لزيادة الغلة التهديفية من هذه الركنية. يبعدها بقبضة يده. يطلق الحكم صافرة لإنهاء المباراة. أظهروا قوتهم في مباراة اليوم وحققوا فوزا مريحا في النهاية. يا إلهي، يا الله.